تاني بعد الفاصل نكمل فقراتنا النهاردة. وخلينا أقول لحضراتكم في بعض البرامج لا تستهدف مجموعة كبيرة قوي قوي قوي. هي مين دي؟ الناس المهتمة بالرياضة بالكورة، أهلي زمالك محمد صلاح ريال مدريد، بطولة، هداف دوري، هداف كاس، خناقة بين الناديين، الحاجات دي مش هتشوفوها غير في البرنامج المهم مستطيل الأخضر اللي بيقدمه زميلي الأستاذ الإعلام الرياضي أحمد عبد التواب. مرحبا بيك. يا أهلا وسهلا بيك. شرفتنا ونورتنا. شرف حضرتك. وخليني أقول لحضراتكم إحنا مكملين مع عالم مجهول. ما تخافوش. بيشرفني يكون معايا السيدة صباح عمارة. أهلا بحضرتك. أهلا بيك أستاذ محمد. هبتدي بقى بالأهلي والزمالك والحاجات دي. الأهلي هياخد الدوري السنة دي؟ والله يا استاذ محمد هي الكرة أولا ما فيهاش. لا بلاش يعني بقى الكلام اللي عايز. لا. الأهلي هياخد الدوري ولا لا؟ حاسس بيه؟ ان شاء الله الاهلي ياخد الدوري. معقوله بعد المشاكل؟ ما انا كملت قلت لك ان الكوره يعني طالعه ونازله، مفيش مستوى ثابت. يعني انت عندك كمان ان الدوري هيخلص في نهايه سبتمبر اغسطس، فتره كبيره قوي او فتره طويله. في الفتره دي ممكن يحصل فيها دروبات لكل الفرق. إيه؟ احساسي بعد التدعيمات الكبيره اللي الاهلي عملها في شهر يناير ولسه اللعيبه اللي جايه، انا شايف ان الاهلي اقوى. طب هيبقى اقوى، هيبقى اقرب ان شاء الله. بس ده معناه ان احنا نشوف دوري بجد بقى، لان الزمالك قوي جدا جدا ما شاء الله. بيراميدز بينافس، في انديه كبيره موجوده وبتنافس، والاهلي كمان لو استعاد مستواه اعتقد هيبقى في دوري محترفين بجد. نتمنى استاذ محمد والله، بس اهم حاجه ان يكون في احترافيه شويه من تحت الكوره، يعني يكون في استمرار للدوري. مش معقوله شويه الدوري يقف، شويه الدوري محدش لحد دلوقتي ما بيقف عشان بطولات. انت طيب البطولات انت المفروض يبقى انت عندك سيستم من اول الموسم ان انت حاطط فيه خريطه معاك. انا عارف ان يعني تبص للدورات العالميه، الدوري الانجليزي الايطالي الاسباني، الناس دي بتلاقي كل حاجه في وقتها. صحيح. حاطين خريطه قدامهم للسيزون كله، بتلاقي مثلا في الماتشات الدوليه، بتلاقي في الماتشات بتاعه المحليه نفسها، دور الناس اللي مشتركه في بطولات اوروبا. مفيش حاجه اسمها لا طب أأجل، طب لا، كل حاجة مكتوبة ومحسوبة وفي ميعادها. نتمنى يا رب ده يحصل. مش صعب يا جماعة، ده هي ورقة وقلم وترتيب ومواعيد وبطولات امتى وماتش ده امتى وده مسافر امتى وده راجع امتى قبل ما الدوري يبتدي اصلا. كنا رتبنا الامور يعني اكتر من كده. خلينا نروح للعالم المجهول. عالم المجهول، قولي لي في 2019 عالم المجهول شكله ايه؟ العالم المجهول هنقضي عليه ان شاء الله. متأكدة؟ ان شاء الله بإذن الله، بقوة ايماننا وبعزيمتنا بثقتنا في الله سبحانه وتعالى هيتقضي على العالم المجهول. العالم المجهول المخفي كالجان، والعالم المجهول الانسي. ما هو احنا عندنا اتنين عالم مجهول. لا ما احبش اعرف ايه هم الحقيقه، ما احبش اعرفهم. ليه؟ من بعيد كده كلميني انا بقى من بعيد. قولي لي ان شاء الله سنه حلوه. هتبقى سنه سعيده على اللي ما اتجوزتش هتتجوز. كلهم ان شاء الله. يعني هنقضي عليها في حتى الرجاله اللي عايزه تتجوز تاني هتجيني هنجوزها، مفيش اي مشكله، هنسهل كل الامور. انت لا طيب أنا عشان انا بدعي لك ربنا يوفقك في اللي انت عايزه تعمليه. طيب قولي لي هتبقى سنه خير باذن الله. انا دايما بتفائل بالسنه المفرد فعلا، لاني اسماء الله الحسنى عدد مفرد، فدايما السنه المفرد بتبقى خير وسعاده على كل الناس، على ناس كتير قوي 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 من البشر. تحب مصر البلد؟ بعشقها. ليه؟ عشان الطقم والكاست اللي شغال فيها. بتخافي؟ كلهم بحبهم قوي. بتخافي من اي حاجه؟ لا 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 بصي لا 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 طالعه عامله ازاي؟ لا 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 نفسي حد يقرب. بس تخاف من مين؟ يعني من الحاجات الانس والعفاريت والحاجات، تخافش منها؟ طول ما في قوه ايمان داخليا مش هتخاف من حاجه. تخاف من ايه وانت معاك ربنا؟ طيب خليني اقول للاستاذ احمد زميلي الاعلام الرياضي، محمد صلاح ما كانش موجود بينا من كذا سنه انه يبقى لاعب في دوري المحترفين، لاعب عامل نتائج مشرفه، هل يا ترى من احساسك كده ممكن نلاقي في يوم من الايام محمد صلاح اثنين وثلاثه واربعه ويطلع نماذج تقلده، ولا ده صعب؟ هي دي حاجه مش هتحصل تاني؟ لا هي مش الكوره ما فيهاش حاجه صعب، لان انت حضرتك زي ما قلت ان محمد صلاح من 7-8 سنين ما كانش موجود في منا. بس اهم حاجه يعني المطلوبه ان انا اعمل محمد صلاح ثاني وثالث وعاشر. اهم حاجتين حاله يعني الثقافه، يعني الثقافه الرياضيه دي اهم حاجه. الحاجة التانية التحدي والإصرار. يعني لو تابعنا مثلا حياة محمد صلاح كلها تحدي وإصرار، وأهم حاجة زي ما قلت لك يركز على الثقافة.
وطبعا حياه اللاعب بيبقى خارج الملعب، دي اهم حاجه في الامور كلها يعني. صحيح. فلو ان اي ناشئ المفروض ده محمد صلاح، انا بطالب سياده عبد الفتاح السيسي، كل الاستاذ اشرف صبحي، كل وزاره الشباب والرياضه، ان محمد صلاح ده يبقى نموذج يا جماعه. مش معقول الناس كلها بتكرم في محمد صلاح وفي بلده وفي وسط بلده مفيش تكريم ليه. محمد صلاح النهارده احنا بنتكلم من افضل 4-5 لاعبين في العالم، فلما يكون في افضل 5 أو 4 لاعبين في العالم مصري، فده لازم يكون نموذج. ايه التجربة اللي حضرتك شايف انه المفروض نعمله؟ اقل حاجه يتعمل له جايزه سنوي باسمه. هو محتاج جايزه؟ مش محتاج. ده معاه اهم جايزه، مع حب الجمهور، مع حب الاطفال، مع حب المرضى، مع حب الكبار، حب كل واحد ما كانش ليه في الكوره. مش محتاج اقول له ده وسام او ده. هو ده اللي انا اقصده يا استاذ محمد. هو مش محتاج. انت بتعمل حاجه جايزه باسم محمد صلاح عشان يبقى نموذج يحتذى به. انا فهمتك. يعني نموذج يحتذى به كل الاجيال. قصدي يعني صحح لي استاذ احمد، بيقول نعمل جايزه اسمها جايزه محمد صلاح للابداع الرياضي. احسن فرقه بتفوز بدوري ينفع تاخد الجايزه دي، افضل ولد بيلعب كوره ياخد الجايزه دي. يعني نعمل جايزه اي حد يعمل حاجه جيده فدي تبقى اسمها جايزه محمد صلاح. لأن انت طبعا لان انت مش هتلاقي نموذج اكتر من محمد صلاح. صحيح. اسمح لي اقول لك شكرا. اسمح لي اقول لك نورتنا. اسمح لي اقول لك دايما كل سنه معانا في نجاح. أنا بشكرك جدا والله ان انت كنت معانا. برنامج مهم جدا. مصر البلد بخير يا رب. البرنامج عالم المجهول. بقول لك شكرا. انا بقيت مخيفه قوي كده. ابدا. انت جميله والله. انا بحب الناس كلها والله، واحنا كلنا بنحبك. وانت اول بني ادم بحبه بجد، واول شخصيه محترمه بجد اعتز بيها. ربنا يخليك ليا، ما تحرمش منك. شرفتيني ونورتيني. دايما في نجاح. تسلم لي. ودايما اخواتي وزملائي قناه مصر البلد. مصر البلد مجمعانا على خير. خليكم معانا ودايما فرحانين بمصر البلد. فاصل ونرجع تاني. خليكم معانا دايما.